ولسه مكملين مع حضراتكم من خلال المؤتمر الداعم لحملة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومعانا دلوقتي الأستاذة فهيمة محمد علي، هي نائب رئيس النقابة العامة للبترول سابقا، عضو مجلس إدارة جمعية معاشات البترول. كلميني بقى عن دعمك النهاردة ومشاركتك لدعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال المؤتمر المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول بنوجه شكري للأستاذ محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر اللي باذل مجهود كبير جدا لدعم سيادة الرئيس في كل مكان. وأنا جاية تدعيم لبرضو بنتي وحبيبتي وتلمذتي الأستاذة عايدة محيي سكرتير عام المرأة والطفل بالاتحاد العام لعمال مصر، ومسؤولة المرأة بالمنظمة العمل العربية، ومسؤولة المرأة في قطاع البترول، ونائب رئيس النقابة العامة للبترول. صحيح. حقيقي الناس دي الواحد بيتشرف بيها في أي مكان، بحس فيها بمعنى الوفاء والاحترام. أنا النهاردة لما دعيت أنا ما صدقت صراحة، لأن إحنا طبعا نزلنا عملنا تأييد لسيادة الرئيس وإن إحنا ما نقدرش نستغنى عنه. الراجل ده بتاع إنجازات، هواش بتاع كلام. حسينا بكل مواقفه مع العمال أكتر، ومع عايز يخدم كل الدنيا، عايز يخدم كل الناس. حاسين بمشاركته في حياتنا، في بيتنا، مع أولادنا، في أسلوب حياتنا. بنتعلم منه حاجات كتير قوي، بنحس بالصبر والجلد معاه، أنه مش بتاع كلامه بس، أنه بيعمل وبعدين يقول. إحنا كنا دايما نسمع أن المشاريع هنعمل وهنعمل ونعمل، والمحصلة في الآخر ما كانتش بتبقى 10% 15%. إنما النهاردة هو بيعمل وبعدين يقول انا عملت. وبعدين انا كنت بلاحظ بقى ناس كثيره جدا تقول لك ايه البنيه التحتيه، مش طب ما انت لو ما عندكش بنيه تحتيه مش هتعرف تعمل اي حاجه. مزبوط. لا هيجي لك مستثمرين ولا هيجي لك حد يعمل لك. وبعدين احنا نفسنا حسينا بقيمتنا. النهارده لما تلاقي الدنيا الحمد لله كل يوم والتاني بتفتح حاجات كثيره، الكباري والحاجات اللي النهارده عندنا كنا بناخد مشوارنا في ساعتين بقى بياخد ربع ساعه تلت ساعه. وايه رايك في مشروع حياه كريمه؟ ده احسن حاجه صراحه. ده بيوريك ان الراجل ده بيحس بالشعب، بيحس بالناس. يعني الناس ما كانتش لاقيه، النهارده بقى ليها معاش، بقى ليها حياه كريمه، بتقدر تروح وبتيجي، بتحس بفخر. النهارده الدنيا الحمد لله بقت صغير، بقى لهم معاشاتهم، بقى حتى بيعملوا حتى اعتبار ابنائهم في المدارس بيدوهم بتخفيض رهيب. لان انا يعني الواحد بيشوف حاجات كتيره يعني صراحه. طب يا استاذه فهيمه، اولادنا اللي كانوا عايشين في العشوائيات، ايه رايك في النقله اللي حصلت لهم والمنظر الحضاري اللي عايشين فيه؟ احنا كنا زمان بنروح نزورهم كنا بنبكي والله. لان دي ما هياش كانت عيشه ادميه ولا عيشه بني ادمين ولا ناس عارفه تعيش. النهارده لما تنقلوا لبيئه ثانيه وموفر له فيها كل الامكانيات، من بركه الشباب لمكتب صحه لمدرسه لنادي لبيت نظيف لمكان نظيف لسكن نظيف. يعني النهارده هما بيدوها الشقه كامله، يعني فيها كل الاستعدادات اللي موجوده ان تحس الطفل اللي طالع ده ان بلده ما سابتهوش، ان بلده معاه، ان هو في حاجه امان بالنسبه له. دي حاجه كويسه جدا لما الطفل يطلع بدل ما كان احنا كنا بنروح نشوف. والله بقول حاجه احنا كان بيصعب علينا. طب قولي لي ايه الرساله اللي حضرتك النهارده جايه يا استاذه فهيمه عشان توجهيها للمراه عامه في مصر؟ بص، هي المراه يعني بتعمل اكتر الادوار اللي حضرتك ممكن تتخيلها في الدنيا. يعني في اي حاجه بتلاقي هي متصدره المشهد. يعني انا بقول لحضرتك يوم ما كنا نازلين التأييد كانت ثلاث ارباع اللي واقفين كانوا سيدات. لانهم حاسين بالامان مع الراجل ده. يعني لولا وجوده وقابليه ربنا، يعني لان هو دايما بيستعين بربنا، وعشان كده يمكن ربنا نصره في حاجات كتير قوي. فانا بقول لحضرتك احنا بنحس بالامان في وجوده، بنحس بالاستقرار، بنحس ان الدنيا يعني فيها استقلاليه في تفكيرك في رايك في حاجات كتير قوي. نورتينا يا استاذه فهيمه، وبالتوفيق، ودايما ان شاء الله نشوفكم في كذا مؤتمر وكذا فعاليه، لان فعلا المراه لها دور كبير النهارده. انا كنت عايزه اقول لك كمان لحضرتك ان احنا بتوع المعاشات كمان بنديل للرئيس بحاجات كتير قوي. احنا كان عندنا الفلوس بتاعتنا ما كناش عارفين ناخدها، وكنا رافعين قضايا وحاجات كتير قوي. النهارده هو امر ان الفلوس دي ترجع لبتوع المعاشات، والمعاشات يبقى ليهم مكان مستقل، جهاز مستقل بفلوسهم بحاجتهم بحلهم بمحتلهم. ودي برضو كلنا مش هننساها له.
تمام، لان احنا كان حقنا ضايع صراحه يعني. الف شكر يا استاذ، ربنا يخلي حضرتك.